واحد ستوري هذا موجه للحكومه. الحكومه شدت واحد الفيديو ديالي ولاحته عنده وانا كنت كنقول بانني ضربت راسي على النتحاسي والحكومه راه ديك الضرب ماشي على النتحاسي على واحد البنت ضرب مع 4 سنين عاد وليت كنبغي النتحاسي. فهمي مزيان واش انا غنبقى نفهم فيك؟ انا ما فهمت والو حتى جا بنادم قال لي لا حول ولا قوه الا بالله. المهم الاخبار في راسكم غادي نعاود نقولها لكم. ديك الضربه راه ماشي على النتحاسي، النتحاسي بغيتها من اول نظره ولكن راه ما ضربتش راسي على باش نوضح لكم هذه المساله. هذه الاخبار بين المهم كلشي في بالك. الملولي اسمع علاش غنقول لك، ما حدك مازال ما مشيتيش لاكادير، انا راه ما كنهددك مع حتى شي حاجه، حنا راه خوت. عاود الكومبا ديالي معاك، عاود الملولي الكومبا ديالي معاك، ما تخافش ملي غنتكومبا انا وياك ما غاديش نضحك في 40 مليون مغربي في اطار القانون. غادي نتكيس عليك، غادي نضرب وغنقيس، واش فهمتيني؟ الحمد لله انا راه انت راه من خلال ملي ما بغيتيش تكومبا معايا راك خفتي مني، والخوف راه رجوله، وانا كنساندك على هذا الخوف، ما كرهتش وين نخاف بحالك باش نتهرب من بزاف ديال المشاكل. هاد السطور هذا موجه للشكح. اسمع وليدي الله يرضي عليك، سير عمر مع الدراري الصغار، ما درتي واحد السطور قلتي غادي نطلعوا على النزار، انا خذي راحتك في السوشيال ميديا، ماشي مشكل الحرب ديال السوشيال ميديا، نتحاربوا في السوشيال ميديا. ولكن اخويا سير عمر مع الدراري 14 عام ما تعمرش مع الملولي، الملولي صغرتي لي عقله حتى هو فهمتيني، ولا بحال الدري الصغير. طلعي على نزار انا نطلعها على 10 منكم راه بساطي انايا فهمتيني، غتبقاو تلعبوا معايا غادي نلعبكم على صبعي، حذاري ثم حذاري وشدك ناري. جامي موندولي. علاش قلتيها؟ انا كنت باغي نقولها انا جامي موندولي. شكح سمع وفهم بلا ما نهضروا بزاف. صراحه اليوم بحال عندي العيد قسما بالله العلي العظيم. اليوم يعني ردات عليا سميره الدودي وقالت ندى حسي سعادتك، حسيتي ندى حسي ماشي مشكل، الله يعطيني شي هبيل بحال داك اللي طلب الزواج ديالك باش يبقى ديما يبغيني. اما شي مشكله سميره الدودي الشرع راه عطى 3، ملي غنتزوج بنادى حسي نتزوج بك حتى انت، انا نيت باغي شي وحده حربيه فهمتيني، شي وحده تكون بنت الوقت واش ما في يديها باش ملي نضارب مع الملول يتكال عليا الساره فهمتيني، ما بغيتهاش انا بنت الضارم. دابا سميره الدودي صراحه اقسم بالله العلي العظيم والله شهد عليا وانا نقول الله راه سبحانه وتعالى راه كيشوف، راه واش انا ندعي واش انا نقول واش انا نحلف باش بقيتي على خاطرك؟ اقسم بالله العزيز عليا دوك اللي كيكونوا بنات الوقت فهمتيني، كيكونوا بنات يعني عندهم معطل الهضره وماشي مشكله كنتي معادي مع داك تحيف هذاك الطبال هذاك الله ينعل الحمار ديال بو، ما عنديش مشكله تحفه بغيتيني نعاونك فيه ما عنديش غرام ديال المشكل، مشي لموت الميريكان عندي لي فانز ديالي في ميريكان فهمتيني، عطيني لمو علاش كيقلب هذاك اصلا راه ميت لي. سهيل طلعتي علينا في 4 ديال الفيديوهات سمعناش غنقول لك، غندوزك المناجير شخصيا ولا غادي يهضر معاك لانك قصدي بالمناجير. مناجير يمكن لي ندوزك سهيل جامي موندولي. سهيل يو ار نيكست. طلعتيها عليا اخويا. سمع سهيل اليوم غنردك سهيله فهمتيني مزيان كنت بغيت